ازيكم عاملين ايه؟ حبيت اشارككم روتين ليلة العيد بتاعي ووريكم الاكل اللي انا عملته. اول حاجة كده عملتها صينية مكرونة بشاميل، بصوا الجمال تحفة. صورت لكم الحاجات واحدة بواحدة كده، انا ما قدرتش اصور فيديوهات كاملة، كنت مشغولة لاني بنظف في الشقة وبعمل في الاكل مع بعض، فما كنتش عارفة اصور، فقلت اشارككم الحاجة خطوة بخطوة كده. عملت طاجن المكرونة وجهزت كل حاجة على التسوية، وبعد كده دخلت على سلق اللحمه، وبصراحه كانت تحفه. كنا جايبين لحمه موزه، شوربتها جامده جدا وعملتها بطريقه جميله. بعد ما سلقت اللحمه كده دخلت على التتبيلات وبدات اتبل، وهوريكم كل حاجه خطوه بخطوه قبل التسويه وبعد التسويه. دي كانت الكفته بتاعتي، تبلتها وجهزتها على التصبيع، بصوا تحفة بجد، طلعت خطيرة جدا. ان شاء الله هعمل لكم الطرق كلها بتاعت الحاجات دي في فيديوهات منفصلة في روتينات جاية، بس انا حبيت اشارككم ليلة العيد كده عملت ايه. وطبعا كل سنة وكل مصر طيبة، مسلمين ومسيحيين، مش مسيحيين بس، كل سنة وانتم طيبين، يا رب ينعاد عليكم بالخير وتبقوا مبسوطين دايما. بعد ما وريتكم الكفتة دي، فراخ كده وراك مقطعة الدبوسة لوحدها والجزء بتاع الورك لوحده، تبلتها وركنتها على جنب، برضو كنت هشويها في الفرن من غير بطاطس ولا اي حاجة، مجرد شوي، وطلعت جميلة جدا برضو وعجبت كل اللي دقها. بعد كده تبلت شيش طاووق، بصوا الجمال بجد رائع، يعني كل الحاجات اللي عملتها طلعت جميلة جدا جدا جدا، وبصوا حاجة كده خيال، يعني كنت منتظرة الأكل لأني صايمة من بدري فكده يعني. ودي الكفتة، كنت صبعتها خلاص وهدخلها الفرن. عملتها في صاجة، مش صينية، عملت صاجة كبيرة وحجمها مش بيكش قوي ولا حاجة، لاني بحط فيها بيكنج بودر، وهعمل لكم الطرق كلها ان شاء الله في فيديوهات منفصلة. وهنا الشيش طاووق كنت جهزته، حطيت الطماطم والبصل والفلفل الالوان احمر واصفر، بصوا كان خطير. كنت بس اوريكم شكله، عملتهم كلهم بنفس الترتيب فطلعوا جمال جدا. برضو حطيتهم في صاجة بحيث ما يبقوش لازقين في الطاسة، يبقوا من بره كده عشان يتشوحوا من فوق ومن تحت. بصوا كده ده المنظر من الفرن. دي المكرونة ودي الفراخ، كانت خلاص قربت تستوي، وده الشيش طاووق كنت لسه حطاه، ودي الكفتة بدأت برضو تستوي. بعد كده عملت طاجن مكرونة صغنن لحماتي، كنت هنزله لها، يعني قلت بدل ما اقطع من الطاجن بتاعي او الصينية بتاعتي، عملت لها طاجن منفصل لوحده كده، فحبيت اوريه لكم. بصوا جميل جدا جدا، اللي هو بتاع الانجليش كيك اللي جاي مع طقم البايركس بتاعي، حجمه صغنن كده يكفي فردين او تلاتة، فعملته لها لوحدها كده ودخلته الفرن مع الحاجة. وكده الكفتة خلاص استوت، تحفة، كفتة زي اللي بنجيبها من بره بالظبط، واحلى زي بتاعة الحاتي بالظبط. بتقدر تعمليها في صينية او على شواية او اي حاجة، بصوا بجد خطيرة. هعمل لكم الطريقة بتاعتها وهتجربوها، هتعجبكم جدا. وده شكل الفراخ برضو، طلعت جميلة جدا 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 فوق ما تتخيلوا بصراحة. بصوا القمر، يا رب يا رب الفيديو يكون عجبكم. انا بأمانة يعني حبيت اشارككم بس الحاجات اللي عملتها، ولو عجبتكم حطوا لايك، ولو انتي بتتفرجي عليا يا لئيمة وما حطيتيش اشتراك اشتركي، ولو انتي جديدة في القناة اشتركي في القناة وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. شايفين المكرونة حلوة جدا، هي مش محروقة ولا حاجة، بس جوزي بيحبها مقدقدة شوية كده غامقة. وده الطاجن اللي هو عملته لحماتي، وهوريكم برضو الشيش طاووق كان شكله عامل ازاي، واللحمة بعد ما اتسلقت، بس ما يعني نسيت اصورها لما حمرتها. بصوا الشيش طاووق طلع تحفة، شايفين شكله وطعمه لذيذ جدا جدا جدا. واللحمة برضو هوريكم شكلها، دايبة دوب يا قلبي دوب، طرية جدا جدا فوق ما تتخيلوا. انا بعشق اللحمة يا جماعة، بعشق اللحمة المسلوقة وتتحمر في سمنة كده، يا لهوي على الجمال. بصوا بصوا زبدة، شايفين؟ انا اكتر حتة لحمة بحبها الموزة، مش باكل غير الموزة، تحفة. اخر حاجة صورتها معاكم الملوخية، عملت ملوخية خضراء جامدة جدا، قلت اعمل معاكم الطشة كده واوريكم الجمال.
وبس كده الفيديو بيكون خلص. اتمنى يكون عجبكم، حطوا لايك بقى واكتبوا لي كل سنه وانتم طيبه يا رتوته، هتوحشوني جدا جدا جدا. والى ان نلتقي في روتينات وفيديوهات جايه، واستنوا بقى جوله الشقه، واستنوا جوله التسريحه، واستنوا جوله المطبخ، كل ده ان شاء الله جاي قريب جدا. باي باي.